السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة تربية الغنم في شمال إسبانيا. أهلا وسهلا بالجميع، تجلو لكم العودات إن شاء الله بحول الله. ديول الأخ حميد، تركال، الزيتون، سبحان الله العظيم، يحركوا الماء عاد كيبداو يشربوا، سبحان الله العظيم. هذوك العوده، هذوك الاخرين، هذوك عندنا حنا في نابره بزاف، هذوك العودات الكبار كيخليهم في الجبل. عنده عير وحده، كاين عير العودات هنايا. وخلعوني، كانوا بغا يهربوا كل ما لقيتهم. شي هاو هاي الرجل، انا معك عودة. هادو هما العودات كاملين ياك. هاي هاي، تبارك الله. ومدربات واخا هكاك، مدربات. تحياتي للجميع، اتمنى من الله يعجبكم هذا الفيديو هذا وينال الاعجاب ديالكم، احبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله. أو كيعرفونيش، خايفين مني، دابا يعطيوني شي ركله. مالقاو بشتي، ها الربيع موجود. هاد العودات هادو راه قراب يولدو، راهم ضارات، هما من كي يوردو ما شاء الله. هادي باينه كبيره، هادي الزغب ديالها بدا كيتبدل. هذه شويه مازال صغيره، محسنين ليهم ما شاء الله. شوف كيحكوا، كيكردوا بسنانهم في هذاك، في هذا تاع الماء، كيديروا الشريب، سبحان الله العظيم. حتى كيخلوضوا الماء عاد كيشربوا منه. الجو هنا يا ما شاء الله. والزيتون، الزيتون رقع جناوه وربع، سبحان الله العظيم. الدنيا ربعات هنا يا ما شاء الله، الدنيا ربعات، والخبيزة موجودة ما شاء الله، الخير موجود. بو إيقوا، تبارك الله. خاف منهم لا يعضوني ولا شي حاجة، كلهم بحال بحال، سبحان الله العظيم. كلهم سلالة واحدة هاد العودات هادو، وهاد البنوات اللي هنايا، هاد البنوات اللي دايرين ليهم هاد السلاسل، هادو كيربطوهم يربطوهم للتراكتور، يربطوهم للتراكتور. واحد المسكرية جابها البرد، كمامة جابها البرد هنايا، كيربطوهم للتراكتور وكيحرطو بهم وسط الزيتون. يبقاو يحرطوا بهم وسط الزيتون كي يدقدقوا بهم الربيع باش ما ينوضش، ولكن دابا مع سارحين فيه العودات هنايا ما يحرطوش. مني ما كيبقاو سارحين العودات هنايا كيحرطوا، يربطوها للتراكتور هذه وبهاد البنوات هادو، كيبقاو يحرطوا في هاد الربيع اللي هنايا اللي وسط الزيتون. هاد الزيتون هذا راه كبير ما شاء الله، بحال ديال المغرب نيشان. هاد الزيتون هذا راه داك الزيتون الاصلي. والعودات فرحانين، عايشين عبر الربيع، الربيع كاين هذاك البنوات كيدقدقوا بهم، يدقدقوا بهم الربيع. وكاين كاينين هاد الحديده هادي تاهي،
هذا كيدقدقوا بها الارض، يدقوا بها الارض من بعد مني يبقى كيساليو هذوك البنوات يبقجوا هذاك الربيع، كي يدقدقوا الارض بهذا يقادوها. اوه اوه الجبل ما شاء الله كيبان حتى هو يا من هنايا. الجو صافي اليوم الحمد لله، الجو مزيان. ولا دايرين اللي هما اوه 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 هذه درويشه، هذه اللي كتجحدها حميد وقيله. صحيحه تبارك الله تبارك الله ما شاء الله. اوه انا كنحك هذه وهذيك مغوشه. صافي جلسي تما ما تبعينيش، راه كنخاف منكم. اوه اوه بدوزي من فوقي ولا صافي خفت منها مش نبعد منها. بانوا لي عودات اخرين الفوق، غادي نمشي نشوفهم حتى هما. عنده تبارك الله الخيل بزاف هنا في الخبيزه، خبيزه ما شاء الله، الزيتون، السمار، هاك عنده الخيل بزاف تبارك الله طالقهم هنا. هادو باقيين صغار، هادو هادي بعدا باقا صغيره هاد العوده. الزيتون كاع جناو. واو هادو عودات تاهم. واو هادو هما الصباليون، عندهم عير بحال هاد العودات، هادو هاد الكبار. اما هادو راه هادوك البيضين اللي ودنيهم صغار، اصلهم ديال العرب، السلالة ديالهم ماشي بحال ديالنا. متين ما شاء الله، كبارات مساكن هاد العودات تبارك الله. هادي قداش ناهية، هادي هي السلالة ديالهم همايا. هذا عود، هذا عود، هادي عودة. هذه حتى هي عودة. ما شاء الله. المناظر هنا يا ما شاء الله، الإنسان يعيش مرتاح. الزيت، الزيتون، الشجر كبير، العودات ما عثمانهم تخلعوا. جا شي واحد بالطنوبيل هنايا وتخلعوا منه تبارك الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم على رسول الله. ايه كتجبد سبحان الله العظيم، بحالها بحال بنادم هي كتجبد. شوف سبحان الله، شافوا الطنوبيل وقفات تمايا، حميد وقف تمايا وجاي معاه الكلبة. تخلعوا شو شي تباوريضة وصافي. unos minutos. غادي يديهم ان شاء الله. تبارك الله.
يو اموس هوبا هوبا كابايو.